قدمت وزارة الصحة 154,191 خدمة طبية خلال 24 ساعة في جميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة بجميع محافظات الجمهورية. ويأتي ذلك ضمن حملة 100 يوم صحة، كما قدمت الحملة خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 48,000 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة بالمحافظات. ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها.